شوف يا معلم، احنا من الاخر كده الاكل بالنسبه لنا ده اهم حاجه، محرك الاحداث، هو الزتونه. اه بص، شفت حتى لما جيت اشبه حاجه المهمه شبهتها بايه؟ قلت عليها الزتونه. احنا بنحب قوي نشبه اي حاجه بالاكل. يعني عندك مثلا البنت الحلوه نقول عليها ايه؟ موز. الراجل اللطيف نقول عليه ايه؟ عسل. واحد ظريف في نفسه يا سكر. الحاجه السهله ميه. الشغلانه الحلوه عنب. الشيء المفتخر جوز اللوز. الشعر الناعم زبده. الحاجة المغرية مهلبية. الكلام الفارغ بقى والراجل اللي بيقعد يهري نقول عليه ايه؟ بلح. لا ايه، هو بلح اه، بس بتقولها لي كده ليه؟ بلح. لا لا لا، ما تقوليش بلح بالطريقة دي، انا ما بقولش اي كلام على فكرة، انا بقول كلام مهم جدا مش بلح. ايه يا حاج محمد؟ لا يا حاج لا لا لا، ثانية واحدة، انت ما تسيبنيش بالطريقة دي، انا بقول لك الزبد يا حاج محمد. مع نفسك. مش عارف، انا تقريبا جعت ولا